السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكر جميع المتابعين الأوفياء اللي كيدعمونا في هذه القناة هذه وكيدفعوا معنا الكروسة في هذه القناة. المهم راه قربتونا بعد 600 أبوني، راه ما سهلاش، مع العلم أن المحتوى ديالنا محتوى عنده علاقة بمدينة أكادير والمشاريع اللي عطاني انطلاقة ديالها الملك محمد السادس في 4 فبراير 2020. دابا غادي نصورو لكم اش كيقول لي الطريق ديال مراكش، اللي هي الطريق السريع الحضاري، وبالضرورة غادي نشوفو اشغال ديال اليك مع جيتير، ولا جيتير مع اليك، لان جيتير هي اللي شدات من لي زاميكال حتى ليراك، واليك شدات من تما حتى هذاك ممر تحت الارض ديال تيليو. اللي كيسول على التهيئه ديال الاحياء ناقصه التجهيز، منهم حي الموظفين اللي هو لي زاميكال، منهم تيليلا وادرار، راه مازال ما بداو. قالوا بانهم غادي يخصوا ليها 700 مليون درهم، ولكن راه مازال ما بداو. انت غيبداو الله اعلم، ما عنديش شي علم. الناس دابا ديال اللي عندهم علاقات مع البلديه، ماشي البلديه، الجماعه اللي ولات سميتها دابا، هما اللي غيعرفوا. احنا دابا غادي نخرجوا في لافوا اكسبريس، دابا نخرجوا فيه. كيبداو الاشغال دابا ديال الجيتير. ما غيبانو ليكم دابا، شتو كاين على اليمين وكاين على اليسار، جوج ديالهم راه باينه، هذا اللوغو ديالهم راه باينين. شي مهندسة دابا، هاديك ديال القصيرة دابا شي مهندسة دابا كتوري لهم في الله. شتو الطريق كيدايرها، هادي هي الحالة ديال الطريق الخوت باش تعرفوا، راه غتصايب ان شاء الله وبحول الله غتولي ان شاء الله في حلة جديدة، وان شاء الله حنا راه نتبعو معاكم هذا الشيء. صورنا بالطوموبيل تبارك الله، كان عندنا الوقت ونزلنا الشونتيو نصورو، المهم نصورو، المهم تبقاو عارفين اش كاين في المدينة. دابا اش غيديرو في هاد الطريق هادي؟ غيديرو فيها بحال الاخرى، هذه التهيئة والتوسيع، غيولي فيها طروفهم اليمين وطروفهم اليسار، هادشي اللي كاين. الأخرى راه ما ساليت باش نصورها، هذيك من فرصة تلج وشمالها كيما ساليتش الخوت، هما نورمالمون هذيك هي اللي كنصور دائما، ما ساليتش. هاهو هذاك ديال المقر ديالهم، هنا راه دايرين كاع التصاور تما ديال داكشي اللي غيديرو. كتشوفوها كي دايره الحالة ديالها، صافي الطريق هادي راه شحال من عام، راه في عمرها تقريبا شي 20 عام من العمر ديالها الطريق هادي وكثر. نسينا اليوم لاضات، مكناش سمحوا لينا لاضات، اليوم هو لو تروا مي 2024. هذا رون بوان جديد الخوت، دارو ما عرفتش انا علاش دارو، ولكن المهم رون بوان جديد دارو. دابا عارف اش كيديروا هاد الاشغال هادي، يقدر يكون رون بوان مؤقت. شفتوا معايا هاد الخيط الخط الابيض هذا اللي دارو دابا، كي
هو اللي كيبين لهم فين غادي يحفر. كاينه حمله ديال البوليس كما كتشوفوا معايا هنا ديال السرعه، وبانت ليا قبيله بانت ليا واحد الحمله ديال الماطر مزيانه هذيك حتى هي كيشدوا الماطر. خص الحمله تكون على كل شيء، هذيك الماطر هذوك صحاب الماطر كاين فيهم شي وحدين كيجريسيو الماطر. هذا راه الممر تاع الحربيه، هو هذا راه معروف، هذا ديال التقاطع شارع ابراهيم بوحميد. بحال دابا هاد الموتور هذا نورمالمون كان القانون غادي يشدوه، علاش؟ ما عندوش الحق يدوز هنا. الموتور راه هنا عليه يدوز دابا في هاد الممر تاع الحربيه، راه داير البلاكا. صافي دابا يمكن دابا من هنا دابا كتبدا الاليك، هاي شفتوها من هنا دابا خص تبدا الاليك. عمر مطر كيحترمو القانون، شوف ها جوجهم دايرين الكاسك كيحمي راسو بحال هادو. دابا كتلقاهم عندهم الوراق ديالهم كلشي مقاد كلشي، كان كاين ماشي مطر دابا ما ديال لاكاسك تاع هو هذا اللي كاين معاه. هنا هي الخدمة ديال الاليك هادي، ما فين كيحفروا، المهم الأشغال راه غادية، غادية مزيان دور لانستون، لأن دابا كي عندهم غير الجنبات دابا اللي عندهم، خصهم يحيدوا دابا دوك. حيدو داك لابارتي هاديك تتسمى بيست ديال ممر الراجلين. ضروري من هاد لي زومبوتياج دابا اللي كتشوفو معايا، علاش؟ لان دابا كاينين الاشغال، خص الساكنة ديال اكادير تفهم هادشي ويديروا بحسابهم الا كان عندهم شي غرض ولا شي حاجه يديروا بحسابهم. هما لي زيكيب، هادو لي زيكيب ديال اليك راه غايبان لكم هنا، راه كيحيدوا، هي غتبان لكم هنا. شتوهم كيحيدوا دوك، العمال ديال هاد الشركات هادو كاملهم فرضا فرضا. الطريق كما كتشوفوا معايا راه مهمة مهمة بزاف، والعدد ديال السيارات راه غيبان لكم اللي كيدوز هنا عدد كبير وكبير بزاف. طريق سريع الحضاري اللي ترصدات ليه الميزانية كبيرة اللي هي مليار و 183 مليون درهم، بالنسبة للطريق المداري الشمالي الشرقي ترصدات ليه ميزانية أكبر اللي هو مليار و 483 مليون درهم، ولكن مقارنة مع الطريق السريع الحضاري راه الطريق السريع الحضاري هو الأكثر أهمية. علاش أكثر أهمية؟ كما كتعرفوا راه هو اللي كيدوز في جميع الأحياء ديال المدينة. هي أنا كتبان لكم نعطى ديروا لكم عن إزعاج. دابا كما كتشوفوا معايا هنا كاملو كاينه فيه اليك،
الاخرين او ما يبان لكم دابا. هذه الحالة ديال الطريق هي هذه. البوليس ديالي خدمتهم كل شيء غادي مزيان لا يخطينا مخزن. دابا حتى هنا دابا غادي يضربوا كامل هذا القتل هذا كل شيء هذا الجانبات هذه غادي يضربوا هنا باش الطريق تسمح ان شاء الله تجي واسع. كاين القلم كاين هذيك المؤسسة ديال القلم اللي كاين هنا وكاين كاين اسواق السلام هادشي اللي كاين الخوت. هذا المستشفى الجامعي هو هذا. لذلك نشكركم الخوت على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله. ما تنساوش تدعموا القناة ديالكم مشاريع أكادير باش غدعمونا بالكومنتير ولي لايك والبارطاج. اللي ما ابونيش ابونا معنا. شكرا لكم.